يعطيكم العافية شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ شو تكونوا مبسوطين ومرتاحين؟ جيم باتل فيلد 5 اللي كلنا بنعرفها، هيدي آخر إصدار هلا نحن عم نلعب فيه. أكيد كل العالم ناطرة باتل فيلد 2042، باتل فيلد 6. بس هيدي باتل فيلد 5 إلى رونق، إلى جمال، جرافيكس حلوة. كان فيها الخطأ إنه ما فيها كروس بلاي. إن شاء الله بال 2042 الباتل فيلد 6 حيفتحوا فيها الكروس بلاي. هلا أنا بدي أعمل جيم بلاي، أول مرحلة من الجيم بلاي تاع باتل فيلد. القصة، الإضاءة، الصوت رائعة جدا. اللي عنده بي اس بلس في عنده إياها فور فري مجانية بعدها، لا بعتها هداك الشهر راحت، بس اللي عنده إياها يعني محملها فأكيد في يلعبها. لعبوها لحتى نخلص منها، نرجع نعيدها، حطوها هارد، انبسطوا فيها. جرافيكس حلوة وأصوات حلوة رائعة جدا. باتل فيلد 5 لعبة ما في إلى منازع. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street, London. This morning, 1939, Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. God help us, Kamal. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. Wow. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. حلو. هيدي أول مرحلة من باتل فيلد 5. نورواي 1940، بتعرفوا نورواي اللي بيمتاز فيها الإضاءة، السما هيك بتكون 100%، جرافيكس رائع. يعني هيدي الإضاءة حقيقية هيك بنورواي، هيك بتكون طول، بعتقد في شي جمعة أو ثلاث أو أقل من جمعة هيك بتكون الإضاءة، هيك بتكون انعكاس الفضاء نفس الشيء. موسيقى رائعة جدا، من أروع الميوزك، ساوند تراك من الأروع. بلش الجيم بلاي هون. أسلحة كلها أسلحة قديمة، الحرب العالمية الثانية. نلعب نهيل لحالنا، نهيل. He's
اخواني. راح تضوجها. شوفوا هون شو حيصير. يا we fought everywhere using weapons we had never dreamed of, but death is death no matter where you are. Suffering is the same in every language. ليبيا 1941. لك الجمال، لك الجمال، لك لك الدبابة، لك الأصوات. لا بيعديني، لا والله منجددها. تبرق ليبيا. حتى اللعبة تاريخ بتدلك، بتشرح لك، يعني بتشرح لك على كل شيء، على كل شيء. يعني إذا باتل فيلد 5 هيك، كيف ال 6 اللي حتنزل؟ Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, Tunis. Theirs, it didn't matter. This war would prove أجمل شيء سنايبر في هالجيم. This man. ضرب. شوفوا الدقة والتصويب. راح اول ارتو نار، ثاني ارتو بترجع بتعطيها. يا عيني بالراس، ما تقبل الا بالراس. هذا عم يحكي له. هون في عالم فوق. ايوه لا طق. هيدي اول مشن بفرجوك، يعني اول مرحله بفرجوك كل شيء عندنا بالجيم. فيها سنايبر، فيها الدبابات، الطيارات. Death, home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. هلا انا مش صحبه مع الطيارات بالجيمز ابدا، حتى جي تي اي ما بعرف سوق طياره، سوق بس كثير صعبه. كل جيم فيها طياره
يعني مهم بدي خلصها. كثير صعب التحكم فيها الطيارة، ما بحب طير. الميوزك، ميوزك رائعة جدا، الميوزك كثير حلوة. واو لك هنا منظر هامبورغ. إذا ضلنا ننزل آخر شيء هيدا الفيلد حقل وبتل. نحن آري تاني تو كومبات آري قبل ما تخلص. كله سينماتيك رائع جدا. لكن ميوزيك يا ما عم صيب حدا، يا هي هيك ما بعرف وين بدي روح دو. تحت الطيارات واو الميوزك شو حلو. بحبك يا باتل فيلد 5. Infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory and staying alive. معي ولا ضدي ولا اللي معي هو وين مولي. لا بعتقد هون افضل سينماتيك هلا حتشوفوه. رائع جدا. تفضلوا صوت. Man's unworthiest creation. What led it back to us? بيقطع النفس. In violence and blood, ending us in fear, alone. الدعيش. Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. I'm in the cinematic. That's gameplay.
اي ميوزك، اي صوت، اي موسيقى، اي سيلين ديون، اي طلع endings in between one and the other, between first and last, always searching, sometimes finding brothers, brothers and daughters, sons and daughters, mothers and fathers. We have no world without them, and there is no other world. هيدي باتل فيلد 5، هاي اول ميشن بتفرجيك عن كل هذا الميشن. اذا حبيتوا الجيم بلاي تاعيتي قولوا لي لنزل بعد مراحل تانية. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بشوفكم مقطع جديد من باتل فيلد 5.